ما وضع الحماية الاجتماعية بالأردن؟ مثل بلدان أخرى بالمنطقة، بتعود أصول عملية بناء الدولة بالأردن ومشهد الحماية الاجتماعية فيها للحكم الاستعماري البريطاني. نظام الحماية الاجتماعية بالأردن بيعتمد على 4 ركائز، لكنه للأسف ما بيغطي جميع السكان بشكل كافي. أولاً، التأمين الاجتماعي بيغطي العاملين بالقطاع الرسمي فقط، وبيستثني العمال غير النظاميين، أي المهاجرين، العمال الزراعيين، عاملات المنازل، النساء، الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب. ثانياً، الدولة بتوفر خدمات اجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم الابتدائي والثانوي، لكن لكثير من الفئات الهشة بعدها بدون أي حماية وأي خدمات أساسية. ثالثاً، برامج المساعدة الاجتماعية الحالية بتعاني من فجوات عدة وما بتطال الفئات الهشة بشكل كافي، فالمساعدات المالية غير كافية والتنسيق ضعيف، والبيروقراطية بتخلي البرامج غير فعالة، وهناك اعتماد كبير على المساعدات الخارجية. رابعاً، برامج تحفيز سوق العمل مثل تمكين وخدمة وطن بتهدف لخلق فرص العمل وتطوير المهارات وتحسين ظروف العمل، لكنها بتفشل بالوصول بشكل فعال للسكان المهمشين مثل العاملين بالقطاع غير النظامي وسكان المناطق الريفية. إذن الأردن لم يتمكن من تلبية حاجات مواطنيه من الحماية الاجتماعية، وعلى الرغم من أنه أطلق بالعام 2018 السجل الوطني الموحد لإصلاح الحماية الاجتماعية من خلال اعتماد البيانات أو المعلومات الرقمية Digital Data المتكاملة، ولكن لم يشكل خطوة نحو الشمولية. الأزمة الاقتصادية الأخيرة رفعت معدل البطالة ل 17.9% وسببت ديون كبيرة، مما أدى إلى إرهاق الخدمات العامة والبنية التحتية. ولابد من الإشارة إلى أن العقدين الماضيين شهدوا احتجاجات على زيادة الضرائب وإجراءات التقشف والصعوبات الاقتصادية والفساد والمطالبة بالإصلاح السياسي والعدالة الاقتصادية، لكن هالتحركات تواجه قيود قوية من الدولة، والمطالبات بالعدالة الاجتماعية في الأردن مجهولة المستقبل.